السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي الحلوين، عاملين ايه؟ وصلنا لحرف الكاف. تعال نشوف كلمات حرف الكاف. كاف فتحة كاف فتحة كلب. كاف ضمة كرة. كاف ضمة كرة. كاف كسرة كتاب. كاف كسرة كتاب. كلب كرة كتاب. ك كو كي كلب كرة كتاب. ودي الكلمات اللي هنحفظها مع حرف الكاف: كلب كرة كتاب. تعالوا نشوف بقى حرف الكاف ليه شكلين. شكل الكاف دي بنكتبها في آخر الكلمات الأولى، لكن الكاف التانية بتتكتب في أول الكلمات وبتكون إيه، بنشبك فيها حرف كمان. فده الشكلين اللي بنكتب بيهم حرف الكاف، دي المتصلة والمنفصلة. هنتدرب على حرف الكاف وهنكتبه بالشكلين بتوعه. طيب بعد ما خلاص بقى عرفنا حرف الكاف بنكتبه ازاي، نبتدي بقى نشوف تدريبات حرف الكاف. فعندي هنا نشاط رقم 3 بيقول لي لون البالونة التي بها حرف الكاف. هنلون البالونة اللي فيها حرف الكاف بالشكلين بتوعه زي ما انا ملونهم كده، تلونوهم بالألوان بتاعتكم الجميلة. شوف نشاط رقم 4، هنرسم دايرة حول حرف الكاف. تعالوا نقرأ كلمات عشان نعرف برضو نستهج كده ونقول مع بعض، ونعمل دايرة على حرف الكاف: كلب، شباك، كتاب، فاكهة، كرة، ديك. وناخد بالنا بقى ان حرف الكاف اللي قلنا عليها بنشبك فيها حرف كمان زي كلمة كلب، حرف الكاف التانية بيجي لوحده اللي هو منفصل زي كلمة شباك. كلمة ديك جت في الآخر، كلمات نقولها تاني: كلب، شباك، كتاب، فاكهة، كرة، ديك. طيب نشوف نشاط رقم 5، هنوصل الحرف بالصورة المناسبة. تعالوا ناخد من الصورة للحرف عشان يبقى ايه، سهلنا على نفسنا. عندي هنا قرد، ق ق ق قلنا ايه، قرد بالقاف، يبقى هوصل القرد بحرف القاف. طيب تاني صورة، صورة ايه، صورة كلب، ك ك كاف كلب، يبقى هوصلها بحرف الكاف. الصورة التالتة صورة عصفور، عصفور ده حرف العين، يبقى هوصلها بحرف العين. خلاص كده خدنا الدرس، سهل جدا وبسيط وسريع. تعالوا بقى الطفل المفروض يحل الصفحة دي لوحده، هيتدرب تاني على حرف الكاف اللي هي ليها شكلين، نشوف الشكلين بتوعهم هيتدرب عليهم يكتبهم ونحاول نساعده في الصور. هو بيقول لي اكتب الحرف الأول من كل صورة. كرة، كو، ضمينا بقنا كده، يبقى هنا كاف عليها ضمة، كاف عليها ضمة، كو، كرة. طيب خفاش، خو، حرف الخاء عليها ضمة برضو، ولازم نعلم الطفل كده عشان يفرق بين الفتحة والضمة والكسرة. نقول له لما نفتح بقنا بالحرف يبقى دي فتحة، ها فتحنا بقنا، خو اللي هي ايه، الفتحة. لما نضم بقنا زي كلمة كو كرة، أو كلمة خو خفاش، بنضم بقنا يبقى دي هنا في ضمة، ضمة شبه حرف الواو كده بس صغنونة. طيب تعال نشوف الصورة اللي بعديها. كي، كتاب، لما نكسر كده وشفايفنا اللي تحت تنزل لتحت كمان يبقى دي اسمها كسرة، بنقول ايه، كي كتاب، نحط كسرة ونكتب حرف الكاف. طيب الصورة اللي بعدها صورة ايه، ونخلي الطفل هو اللي يجاوب ويقول الصور ونسأله دي أولها ايه، أول حرف فيها ايه. طب فتحت بقك ولا كسرت ولا ضميت، ونحط فتحة ولا كسرة ولا ضمة، نسأله واحدة واحدة كده لحد ما يفهم ويستوعب ازاي بنحل التدريبات. طيب دي صورة ايه، نقول له صورة ايه، هيقول صورة تمساح، هنقول ايه، تي، تي، يبقى حرف التاء تحتيه كسرة، تمساح. طيب نشاط رقم 3، هنكتب الحرف الناقص. الحرف الناقص بيبقى بأول حرف، كتاب، ناقص حرف الكاف وتحتيه كسرة، كتاب. طيب شجرة، حرف الشين عليه فتحة، شجرة، هنكتب حرف الشين
ونحط عليه فتحة. غ غزال، حرف الغين وعليه فتحة، غزال عليه فتحة برضو. ك كلب، حرف الكاف وعليه فتحة، ك كلب. تمام، تعالوا بقى نشوف حرف الكاف هنكتبه ازاي على السبورة بتاعتنا. حرف الكاف، طيب حرف الكاف قلنا حرف الكاف ده بيجي في اخر الكلام او ممكن يجي لوحده، يعني اما في اخر الكلمة يا اما زي كلمة اخر كلمة زي كلمة ديك كده بنشبكه في الحرف الاخير زي كلمة ديك اهو جه في الاخر كده، او بيجي لوحده زي كلمة شباك بس برضو في الاخر. يعني الحرف الكاف ده بيبقى دايما موجود في الاخر، يا اما مشبوك في الحرف اللي قبل الاخير يا اما زي كلمة شباك كده لوحده. تمام، يبقى ده حرفه الكاف وعليه الهمزة بتاعت الالف. طيب، او هي المفروض هي مش همزة كمان، يعني دي المفروض احنا طول عمرنا بنقول عليها همزة، لا ده هي الكاف التانية، الكاف التانية اللي احنا هنكتبها دلوقتي. طيب التانية بقى بنعملها ازاي؟ بعمل شرطة مايلة شوية كده وتاخد حتة زي الدوران شوية، وبعد كده خط على السطر تاني، شرطة مايلة شوية كده بعد كده دوران شوية وشرطة على السطر. نكتبها مرة كمان اهي، شرطة مايلة شوية وتاخد دوران شوية بعد كده شرطة على السطر. الكاف دي بقى بتيجي في اول الكلمة زي كتاب، وبتيجي كمان في نص الكلمة، بتيجي زي مثلا كلمة يكتب اهي، جت برضو هنا ايه، جت في النص. يبقى ايه، كل واحدة فيهم لها اماكن بتتكتب فيها. طيب حرف الكاف بقى نكتبه ازاي بالحركات بتاعته؟ يعني قلنا كاف فتحة ك، كلب كاف فتحة ك، كلب كاف كسرة كي، كتاب كاف كسرة كي، كتاب كاف ضمكو كرة، كاف ضمكو كرة، كاكيكو كاكيكو، كلب كتاب كرة، كاكيكو كلب كتاب كرة، كاف فتحة ك، كاف كسرة كي، كاف ضمكو كاكيكو، كلب كتاب كرة. دول هنحفظهم ان شاء الله، كلمات حرف الكاف، كلب كتاب كرة، هنحفظ حرف الكاف بالاشكال بتاعته، هنحفظ حرف الكاف بحركاته الفتحة والكسرة والضمة. يا رب اكون سهلت عليكم حرف الكاف، اشوفكم ان شاء الله الحصة الجاية مع حرف جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.